مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت، إصابة 3 متظاهرين بنيران القوات الحكومية في ساحة الوثبة وسط بغداد. في المدى، الصدر يتراجع ومستشاره يفشل بإقناع المعتصمين برئيس الوزراء المكلف. في الخليج الإماراتية، متظاهرو العراق يطالبون بتدخل دولي لوقف العنف والانتهاكات. في العرب اللندنية، تنديد أممي بتصعيد ميليشيات الصدر وقمع المحتجين في العراق. في العربي الجديد، مباحثات تركية روسية وسط تقدم النظام بريفي إدلب وحلب. في القدس العربي، نتنياهو يعلن بدء وضع خريطة لضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة. وفي الشرق الأوسط، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 803 أشخاص. ننتقل بكم الآن من زاوية العناوين إلى زاوية المقالات، والبداية بهذا المقال الذي اخترناه لكم وجاء في مستهله. أظهر تحقيق أجراه مركز أبحاث مكافحة الإرهاب أن الميليشيات العراقية الموالية لإيران تمكنت من بناء منظومة اقتصادية متشعبة بعد عام 2014، مستفيدة من سيطرة قادتها على وزارات ومراكز قوى مهمة، من أبرزها هيئة ميليشيا الحشد. ويضيف التحقيق الذي أعده الكاتب مايكل نايتس ونشره موقع الحرة أن إيران ساعدت الميليشيات على بناء ذاتها في البداية، لكن مع زيادة العقوبات الأمريكية أصبحت طهران ترى في هذه الميليشيات مصدر دخل بعيدا نسبيا عن أنظار العالم. الكاتب يشير إلى أن القوة الاقتصادية للميليشيات برزت بشكل أكبر بعد وصول رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى الحكم في أكتوبر 2018. ويضيف الكاتب أن هذه الميليشيات هيمنت على الشؤون التجارية وقامت بتحويل مبالغ العديد من المشاريع الاقتصادية إلى حساباتها وحسابات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. وأشار الكاتب إلى أن قادة الميليشيات استفادوا من سطوتهم لبناء قوة عقارية كبيرة، وكذلك استغل حزب الله اللبناني هيمنة هذه الميليشيات على المشهد الاقتصادي في العراق للحصول على عقود وهمية، مستغلاً العلاقات الوثيقة التي تربط محمد كوثراني مع القادة الموالين لإيران. مصدر آخر يدر ملايين الدولارات يومياً على الميليشيات ويتمثل في سيطرة رجال أعمال مرتبطين بإيران على 4 بنوك خاصة تستغل مزاد بيع الدولار لتأمين العملة الصعبة لإيران. ويتابع الكاتب أن الميليشيات تمكنت أيضاً من اختراق نظام كي كارد المخصص لدفع الرواتب الحكومية عبر زج أسماء موظفين وهميين للحصول على أموال تبلغ قيمتها 10 ملايين دولارات شهرياً. كذلك سيطرت هذه الميليشيات على حقول نفطية صغيرة في مناطق سنية مثل علاس والقيارة ونجمة، وقامت أيضاً بالاستفادة من شركات النقل والإمداد والشحن التي تسيطر عليها ميليشيات في البصرة لتهريب النفط المسروق من هذه الحقول. ويشير مايكل نايتس أيضاً إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران تمكنت من الاستحواذ على الكثير من العقود المهمة في مطار بغداد الدولي، وخاصة بعد تعيين القيادي في منظمة بدر علي تقي مديراً للمطار، حيث أنه منح عقداً ضخماً لشركة خاصة مرتبطة بميليشيا كتائب حزب الله للسيطرة على عمليات نقل الأمتعة. قالت صحيفة العرب اللندنية إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فشل في استخدام سمعته كمعارض للأحزاب الحاكمة وتوظيف جماهيريته داخل الأوساط الشيعية الفقيرة لإخماد الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام العراقي بفشل الصدر يكون قد استهلك
ورقة أخرى بعد احتراق ورقة الحل الأمني، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن الحلول الممكنة التي لا تزال متاحة لإنقاذ ذلك النظام من السقوط تحت ضغط الغضب الشعبي المتصاعد. فشل مقتدى الصدر في إخماد الحركة الاحتجاجية العراقية غير المسبوقة وضع النظام العراقي القائم على المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية بقيادة الأحزاب الشيعية في مأزق كبير، وذلك بعد أن فشلت محاولات إنهاء الاحتجاجات بالقوة رغم ضراوة أساليب القمع التي اعتمدت في مواجهة المحتجين وتنوعها بين القتل والاختطاف والاعتقال والتعذيب. وظل الصدر طيلة 17 سنة الماضية في خلافات حادة مع أركان النظام العراقي مدعوم من إيران حدت من مشاركته في السلطة، لكن معضلة الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ أكتوبر الماضي حتمت اللجوء إليه واستخدام الشعبية التي يحظى بها داخل الأوساط الشيعية الأكثر فقراً وتهميشاً عساه يفلح في الحد من حالة الغضب الشعبي التي باتت تهدد النظام القائم بالانهيار. وتجاوز زعيم التيار الصدري المحظور عندما انخرط في قمع المحتجين وقتلهم عن طريق ميليشيا جديدة أطلق عليها اسم القبعات الزرق، وذلك بعد أن فشل في ضرب الحراك الشعبي وشق صفوفه بسحب أنصاره من ساحات التظاهر والاعتصام مراهناً على انهيار الحركة الاحتجاجية. لكن النتيجة جاءت عكسية تماماً عندما أظهر المحتجون إصراراً على مواصلة انتفاضتهم، جاعلين الصدر نفسه هدفاً لشعاراتهم الرافضة لجميع أركان النظام. وفقاً للتقرير المنشور في العربة اللندنية، فإن الصعوبات الكبيرة في ملء الفراغ السياسي القائم بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي والعجز عن تمرير محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل حكومة جديدة بسبب الرفض الشعبي التام له، تعكس حالة الارتباك التي يعيشها النظام العراقي. الآن إلى مقال آخر، وجاء في مطلعه: بشكل مفاجئ وغير مفهوم انتقل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الضفة التي وقفت فيها الأحزاب السياسية والميليشيات المرتبطة بإيران لإدانة التظاهرات وشيطنتها، والحديث عن أنها بلا أهداف ولا غايات، وأنها أي التظاهرات مدعومة من أمريكا ويجب تطهيرها من خلال ميليشيات القبعات الزرق. مشرق عباس يقول في موقع وكالة ناس إنه ليس أكثر فداحة من أن يخوض العراقيون صراعا داخليا فيما بينهم بسبب الطبقة السياسية الحاكمة التي استثمرت في أزمة الاحتجاجات بديلا عن محاولة حلها. شكل موقف الصدر صدمة لأنه في صميمه يسعى إلى نسف خريطة الطريق التي اقتنع بها المتظاهرون على مضض بضغوط مجموعات من المثقفين والناشطين وأصحاب الرأي، متنازلين عن مفهوم الثورة الذي صدر سيناريو إسقاط النظام والدستور وبناء نظام جديد بقواعد مختلفة. والانقلاب الصدري، وهو انقلاب يربك الجميع حتى الصدريين أنفسهم، كان في صميمه يمثل إضعافاً للأصوات الوسطية التي حاولت إيجاد حلول ممكنة التطبيق لمنع سيل الدم، لكنه في وجه آخر مثل استعداداً صارخاً وغير مسؤول لوضع العراقيين أمام مواجهة شعبية كبرى وخطيرة تحت ضغط الفوضى الأمنية والفشل السياسي وعجز المنظومة الميليشياوية الحاكمة عن إنتاج حلول تحفظ وحدة العراق واستقلاله عن النفوذ الخارجي. إن القول بعجز التظاهرات عن إنتاج أهداف يفتقر إلى أدنى شروط الموضوعية، فالتظاهرات ناهيك عن مساعيها إلى انتزاع الدولة من براثن الميليشيات وإعادتها إلى الطريق الديمقراطي الذي انحرفت عنه عبر تكريس ما يمكن أن يطلق عليه الشفاء الديمقراطي الذي تمثله الانتخابات النزيهة العادلة، فإنها مثلت في جوهرها إحساساً جماعياً عفوياً بالخطر الوجودي الذي يقاد العراق إليه على يد حكامه. ويضيف مشرق عباس أنه ربما سيلام بعد حين كل من آمن بهذا الشفاء الديمقراطي المفترض، وربما سيحكم التاريخ على من تبناه بأنه أسهم في عرقلة مد ثوري كاسح كان عليه أن يقلب تربة الأرض ويكافح عفونتها بأشعة الشمس العراقية الحارقة مهما كان ذلك مكلفا. لكن الواقع
هو الواقع، وما زال بالإمكان فرض الخيار الديمقراطي على الطبقة السياسية المتسرطنة في قلب الدولة لمنع أن يدفع العراقيون أثماناً جديدة لعجز هذه الطبقة وانتهازيتها. الآن نذهب وإياكم إلى مقال آخر كتبه جليل وادي في صحيفة الزمان، وهو عن الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. الكاتب يرى أن هذه الوعود هي أقرب إلى الأماني منها إلى الأهداف الواقعية، برغم تشخيصه الدقيق للأمراض السرطانية التي أصابت جسد العملية السياسية منذ تولي أمرها الذين لم يعوا أو منذ تولى أمرها الذين لم يعوا تاريخ العراق، ويؤمن برموزه الشاهقة وإنجازاته العظيمة، فأنتجت خراباً متعدد الوجوه يكابده العراقيون صباحاً مساءً. العراقيون محبطون بالأصل لأنهم لم يلمسوا شيئاً من الذين تبوأوا المنصب قبله، فقد سمعوا وعوداً مماثلة وإن لم تكن بالكم نفسه، ورأوا الذين تصدروا الشاشات وقالوا إنهم سيضربون الفاسدين بيد من حديد، وسيحصرون السلاح بيد الدولة، وسيقضون على الدولة العميقة. لكن هذه الأهداف تلاشت، وإذا بالخراب يتسع، والدولة العميقة تزداد قوة، والسلاح المنفلت يشيع. إن الإحباط المتراكم طوال عمر العملية السياسية هو سبب انتفاض الشباب بحثاً عن وطن مسلوب وثروات مهدورة، يحدوهم أمل باسترجاع وطنهم والارتقاء بحاضرهم وتأمين الطريق إلى المستقبل وإعادة الهيبة لبلد كان الآخرون يحسبون له حسابا. إذن ما المشكلة في مطالبهم؟ وأين هم مخطئون؟ ولما يحاول البعض إنهاء احتجاجاتهم؟ من غير المعقول أن يناصبون العداء لجيل يحلم بالتغيير ويتطلع للعيش الرغيد، فقد مضت علينا عقود طويلة ونحن نراوح في المكان ذاته جراء سياسات غبية لأميين ومغامرين ومقاولين فاسدين وأصحاب الولاءات المطلقة. وعود رئيس الوزراء المكلف من الضخامة بمكان لا يتوقع معها أبسط الناس تحقيقها، فهل يمكنه المساس بمناطق نفوذ شخصيات معروفة ترى نفسها مقدسة وقد تحققت لها من المكاسب ما لم يراودها في الأحلام، وستقاتل حتى النفس الأخير من أجل الحفاظ عليها؟ وختم جليل وادي بالقول إن العراق صار حقل تجارب، وفي كل تجربة يهدر الكثير من الدم العراقي للأسف. والسؤال الأهم، كيف سيكون الوضع لو فشل محمد توفيق علوي في تحقيق أي من وعوده المخملية؟ الآن إلى خامس المقالات معنا في هذا العدد من صدى الأقلام، وجاء في مطلعه: يبدو أن محور الممانعة لم يستفق بعد من صدمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني في بداية الشهر الماضي، بدليل أن ردود الفعل على صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو 10 أيام جاءت مضبوطة السقف وحذرة، سواء من إيران نفسها أو من تشكيلاتها وأذرعها الممتدة في المنطقة. هذا ما جاء في مقال سعد كيوان الذي نشرته صحيفة العربي الجديد تحت عنوان عواصم طهران العربية تتركها وحيدة. هل بدأت أرض العواصم العربية الأربعة التي أكد أكثر من مسؤول إيراني سيطرة طهران عليها تميل من تحت أقدام الملالي؟ واضح أن حالة ضبط النفس والترقب التي تلتزمها طهران بدأت تنعكس على ساحات وكلائها، بدءاً من العراق الذي يعيش حالاً من الفوضى واستفحال إعادة تشكيل حكومة بعد مضي أكثر من شهرين على استقالة عادل عبد المهدي بفعل ضغط الشارع الذي تمثله الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر ضد الوصاية الإيرانية التي ترعى هذه الطبقة السياسية وتحميها وتسلحها. وهذا ما يحصل إلى حد كبير في لبنان، حيث القرار بات في يد حزب الله الذي يرعى الأدوار ويوزعها ويترك للحلفاء والأتباع تقاسم الحصص. بيد أن اللعبة باتت معقدة بالنسبة لفصيل إيران الأهم والأقوى في لبنان والمنطقة، فهو من جهة ذراعها المسلح والمكلف بالقيام بدور الشرطي في معظم الساحات الأربع من لبنان إلى سوريا والعراق إلى اليمن، ولكن معظم هذه الأدوار بدأت تدخل في أفول أو أقله تتأزم مع تأزم الدور والنفوذ الإيراني. ففي سوريا
تمسك روسيا بشكل محكم بالسلطة في دمشق، وبشار الأسد بات مجرد دمية في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويرى سعد كيوان أن إيران الملالي فقدت طوق مواقعها وأذرعها المتقدمة والدفاعية في آن واحد، وباتت مضطرة لأن تقف في خط المواجهة المباشرة. دخل التواجد العسكري التركي في محافظة إدلب السورية مرحلة جديدة بعد أن استهدفت قوات النظام نقطة مراقبة تركية، ورد الجيش التركي مباشرة على الهجوم باستهداف مواقع قوات النظام السوري. إسماعيل يشا يرى في صحيفة العرب القطرية أن التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة إدلب ما هي إلا نتيجة خروقات النظام السوري لاتفاقي أستانا وسوتشي. النظام السوري لم يكن يتجرأ على تلك الخروقات لولا الغطاء الروسي وتحريضه عليه، وكانت تركيا وروسيا وإيران أسست توازناً في محافظة إدلب لخفض التوتر في المنطقة والحيلولة دون حدوث موجة نزوح جديدة نحو الأراضي التركية. وتسعى تركيا الآن إلى إعادة تأسيس ذلك التوازن عبر الطرق الدبلوماسية والعسكرية. تركيا ردت على هجوم النظام السوري بقوة وشددت على أنها ستتعامل بعد الآن مع أي هجوم يستهدف قواتها المتمركزة في نقاط المراقبة بالأسلوب ذاته. ومن المؤكد أن هذه اللغة الحازمة المبنية على استخدام القوة الخشنة ستكون اللغة التي تتحدث بها أنقرة في المرحلة الجديدة. تركيا ما زالت تبقي القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع روسيا على الرغم من ردها العسكري على قوات النظام السوري، وتدعو موسكو إلى لجم تلك القوات والالتزام بمواد اتفاقيتي أستانا وسوتشي، كما تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المعنية بإنهاء الكارثة الإنسانية التي تشهدها محافظة إدلب. ولكنها في الوقت نفسه تظهر استعدادها التام للخيارات الأخرى إن لم تنجح الجهود الدبلوماسية واستمرت محاولات قوات النظام السوري للتقدم في محافظة إدلب والسيطرة عليها. وختم إسماعيل يشا مقاله بقوله إن الملف السوري عموماً وملف محافظة إدلب على وجه الخصوص من الملفات الحساسة المرتبطة بمصالح تركيا العليا وأمنها القومي، ومن خلال الرد العسكري القوي على النظام السوري بعثت تركيا رسالة إلى كل من يحاول أن يختبر مدى صبرها، وأكدت أنها لن تتراجع عن مواقفها المشرفة ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة، وأن التحذيرات التي تطلقها ليست فارغة. كشفت دراسة جديدة أن المنازل والشركات التي تستخدم المصابيح الذكية معرضة لخطر الاختراق وحتى التجسس عليها بحسب ما نشره موقع الخليج أونلاين. واكتشفت ثغرة الأمنية التي تؤثر في المصباح الذكي الشهير فيليبس هيو باحثون في شركة أمنية يزعمون أن مجرمي الإنترنت يمكنهم استخدامها لزراعة برامج التجسس أو الفدية على الشبكات المنزلية، ويمكن للمتسللين الاختراق من خلال استغلال عيب في البروتوكول الذي يستخدم عادة في الشبكات اللاسلكية. وقال الباحثون إن الكثير منا أو من الأشخاص يدركون أن الأجهزة الذكية يمكن أن تشكل خطراً على الأمان، لكن هذا البحث يوضح كيف يمكن للقراصنة استغلال أكثر الأجهزة بساطة مثل المصابيح واستخدامها لزرع البرامج الضارة. وأبلغ الباحثون شركة فيليبس بالثغرة الأمنية، وأصدرت منذ ذلك الحين تصحيحاً أمنياً من خلال موقعها على الإنترنت. الآن نذهب وإياكم لمشاهدة ما اخترنا لكم من كاريكاتير في عدد هذا اليوم.
نهاية عدد هذا اليوم من صدى الأقلام، دمتم في أمان الله.